اسكت عشان انا ما بهددش، انا بنفذ. تمارا اكتر واحده عارفه كده. بدات حط في الباك جراوند، حتى لو دلوقتي مش موجودين في الحلقات او على الورق هتشوفوهم بعدين، بدات حط بالباك جراوند هي ليه بتعمل كده. وبالنهايه خلينا نفكر في الموضوع ده، الشر موجود فينا كلنا. اوكي، الناس لما بتعمل شر صدقني وراها على طول في ضعف، الشر على طول بيجي من ضعف معين، وده اللي بيخليني سامح في حياتي، وده اللي بيخليني ما يكونش عندي ندم، ان انا على طول بدي certain reason وراء اي شر بيحصل مع الناس او الناس تعمله لي. فنادين اديتها الريزنز دول، شفت ضعفها، شفت الباك جراوند بتاعها، الماضي بتاعها، ممكن تبقى عاشت ازاي، كبرت ازاي، ما كانش عندها حمايه، ما كانش عندها اهل، كانت بتدور على حد يحميها or whatever، فلقيت عزيز. لكن بالحلقة الـ 11 عزيزي بيكشف إنها عم بتخونه وبيفض أعصابه وبيضربها وبيطردها من البيت، واللي كان من أصعب المشاهد. غير إتقان الكاركتر، فسينتيا كمان لفتت النظر بإتقان اللهجة المصرية واللي استعدت له قبل بفترة قصيرة جدا فقط. فاللفظ كان it's very easy، أنا بحفظ سكريبت قد كده، مش هحفظ إن بتقول مثلا كلمة مع الفتحة والكسرة، it's very easy، بس الجملة على بعضها هنا بيطلع المشكلة. فاللي عملته ان انا جبت اساتذة واشتغلت هارد كور، يعني اساتذة انا اخذت الورق 5 ايام قبل التصوير، فكنت بقعد كتير قوي هنا ونشتغل على الورق وبسجله كله، ولما يمشي الكوتش بعد بسمعه طول الوقت، بحط الايربودز بسمعه وانا بالعربية، وقبل ما انام وبعد ما انام بسمع طول الوقت، بسمع. وهو ممثل فكان يقولهم باداء متعصب او زعلان او، فكنت بحس في الروح. والروح الحلوه كمان كانت بوجود يسرى كبطله العمل، وهي اول مره سينتيا بتتعامل معها، لهيك كانت مبسوطه جدا بهالتعاون والنصائح اللي اعطتيها. هون كان في نصائح اللي هو مثلا بس مش كتير قوي، وش احترمتها، يعني بحترم الحته دي اللي ثبتني ان انا اعمل ادائي زي ما انا عايزه، فهي مش قوي دخلت في ادائي اكتر من كذا مره في حتت معينه، مثلا تديني كده مثلا لتسي ان في جمله مثلا على بناء المشهد كده، انا هو مشهد زي مزيكا، اوكي، فهو بيبدا بطريقه بعدين بيطلع زي الكورس بتاعه او الميدل بتاع المزيكا، في هيك فاهم قصدي، زي المزيكا المشهد. فممكن انا مثلا في حته افتكرتها ان انا بدات المشهد عالي، فهدتني كده نصيحة بلياقة جدا ان انا ابدأه واطي، ففكرتني فهمت، ففي حاجات كده very detailed نصائح حلوة بتجي من حد زيها. ومساحة فنية من نوع تاني عاشتها سينتيا مع نيلي كريم بمسلسل ضد الكسر، طريقة تمثيلها عفوي قوي. مثلا هديك example، مثلا انا ونيلي مرة اول مشهد كنا انا وهي، فهي شيسفان وعندها حتة كوميديا كده، عشان كده نجحت السنة اللي فاتت حتى بالدراما فاهم، فعفوية وكده، وخلصنا السكريبت، المعلومة اللي احنا هنقولها في السكريبت، وهي خرجت عن السكريبت وبدأت تقول كلام مش موجود في السكريبت، يعني امبروفيزيشن زي ما بدك. فبحب الحاجات دي انا في التمثيل. في ناس بس بيفضلوا نجوم كبار بيفضلوا بس على السكريبت المكتوب، نالي لا بتضيف من عندها كلام وبتعمل حركات جميلة جدا. لا هي تعرف اصلا قد ايه انا بحبها، I respect her so much، واصلا ادوارها انا بجد هي حد كده فظيع في تجسيد كل الادوار اللي لعبتهم في حياتها. وبمسلسل ضد الكسر سينتيا عم تلعب دور مايا، واللي بتكون على علاقه مع كريم زوج نيلي بالعمل اللي بيقدمه محمد فراج، واللي معتبر هالعلاقه علاقه عابره فقط. مايا ضحيه، she's a victim، مايا ضحيه زي في كتير ستات في المجتمع بيضحك عليهم وبيتعرفوا على ناس وبيحبوا اشخاص ورجاله وما بيقولهمش ان هم متجوزين او هم في علاقه تانية، او واحنا نعرف الموضوع ده كويس قوي. فمايا ضحيه، ومايا لما حبت فراج كان سنجل او قايل لها ان سنجل هنكتشف، مش فهي بجد حبته، بجد بتحبه هتكتشف الموضوع ده، فهي ضحيه. وحبيت ان انا اقتنع ان هي ضحيه عشان برضو فرقها اكتر عن نادين. ولما مشيت في السكه دي المخرج وافقني عليها والكتابه بدات تختلف سنه. ومع نجاح الشخصيتين اللي بتقدمهم سينتيا بنفس الوقت، حبينا نعرف منها كيف قدرت تتفرق بيناتهم. اول مره هقولها ان اكشلي لما بتندب تشتغل على دورين ده بالعكس دفعني ان انا الاقي ديتيلز اكتر في كل من الشخصيتين عشان فرقهم عن بعض. شايف لو انا بشتغل على شخصيه ممكن يكون اديتها وات ايفر از ذير، يعني اديتها اللاير البسيط كده وما دخلتش اكتر في التفاصيل، بس عشان انا بلعب دورين بيمثلهم في نفس الوقت وبيتعرضوا في نفس الوقت، انا اضطريت ان انا ادخل في ديتيلز قوي وتفاصيل قوي في الشخصيه عشان يفترقوا عن بعض، وده كان همي الاساسي. فجبت كده لوح كبير اهو موجود وراه وقسمته 2، كان عندي 5 ايام ان انا احضر، وحطيت مايا ونادين وبدات اشتغل على الفيزيكال اسبيكت بتاعهم او شكلهم الخارجي، الخصله بتاعتهم، واحده مثلا بتتحرك كتير قوي، واحده ثابته اكتر، مدرسه التمثيل اللي هتبعها اللي هو بجد فرقت ان نادين
اكتر بره عشان هي اصلا اوفر وبتمثل مايا حقيقيه اكتر، فمن جوه التمثيل ميثود اكتنج دي تفاصيل مهم. فكده فتفصلت كل ده. يعني بعتقد انه هذا هو يعني الممثل الصح، لما اول شيء بتختار المنهج بدك تمشي عليه، كيف تدرس الشخصيه وبعدين تنطلق. صح. يعني وكمان حبينا نعرف من سنتيا مين رشحها للدورين. بالنسبة لحرب أهلية بعد نمرة 2 ودوري في نمرة 2 مع أسر ياسين، كان الكاتب اللي هو أحمد عادل بيشوف الحلقة وبيكتب في نفس الوقت، فهو اللي شاف تقريبا أن ممكن سنتيا تبقى تفل the role of نادين. كان عايز حد صغير فيس جديد أو وجه جديد في مصر، تقريبا نفس الفيتشرز شكلي أنا، فحس أن أنا ممكن أبقى الشخص المناسب إذا بدك للدور. أما بالنسبة لضد الكسر فكان مختلف تماما، مش قوي يعني، بس نفس الكاستنج دايركتور اللي كان كاستنج دايركتور في نمرة 2 هو نفسه رشحني في ضد الكسر وحصلت كده. وبعد كده كل المواضيع دي جت عند العدل، والعدل اخذوا القرار برضو بعد ما شافوا شغلي. يعني نقدر نقول انه نمرة 2 هو فتحة الخير على سنتيا. والله برافو يا سنتيا والف مبروك طبعا العملين، ومنها للاحسن ان شاء الله واعمال ناجحه اكثر. طبعا ما ننسى انه كمان هي خبرتنا انها تعاقدت على مسلسل جديد راح يجمعها مع ياسمين رئيس، وراح يكون التصوير خلال شهرين يوليو واغسطس. يعني انا هلا اليوم هلا اجتني فرصه اني احكي عن سنتيا. معلش اسمحوا لي شوي احكي عن سنتيا. اول شيء بالدورين مبدعه كثير حلوه، شعرها بدور نادين لحاله مستفز، شعر كثير مستفز القصة. بعتقد انه يعني قصدا عاملينها هيك، بس عن جد انت ممثله كثير شاطره، يعني ناجحه بالدورين. وكمان بدي الفت نظر شغله مهند للناس، انه صعب كثير انه انت كمان تكون بين كل هالممثلين الحلوين بمصر والشباب والصبايا اللي طالعين جداد والنجوم، انك تثبت وجود نفسك. وبظن تتقن اللهجه. ايه وتتقن اللهجه، يعني هي اللهجه قول نحن كلياتنا متربيين على المصري بيمشي الحال لما بيكون في عندنا حدا بدقق علينا، بس كمان موهبه يعني. صح. وكمان انك تدخل لهالصناعه المصريه بهذا الشكل القوي. فتحيه لسنتيا وبنقول لك مبروك على الدورين، ومستنيين كمان مشروعك الجديد.